ولعب الاحتياطي اساسي، فكان الاحتياطي ده هو الورقه الرابحه ليه، جاب جون وصنع جون. لو شوف التغيير يا دكتور طارق، طالع مهاجم ونازل مهاجم، يعني بينشط هجومه، يعني خير وسيله للدفاع هي الهجوم. الراجل عايز يحافظ على تقدمه بهدفين، فمنزل مهاجم بدل من مهاجم ادى دور المطلوب اهو. ادي ايبسان، ممكن الجول الثالث ايبسان. بقول يوهانسن، بقول لكم شغل مدربين رائع من بره الخطوط. ادي خرج بيتر مولر الورقه الرابحه واللي كان له دور في جولين، وينزل لعيب ايبسان نجم نادي بروندبي الدنماركي وعنده 25 سنة، نزله وفي أول لمسة ليه بيجيب الجول الثالث للدنمارك. الحقيقة شغل هايل هايل هايل. لسه بنتكلم عن بو يوهانسن. آدي مايكل لاودروب بيدي تمريرة عرضية جميلة قوي 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 بمعلمة كده إلى إيبسان اللي هو المفروض إنه كان أساسي، بيخدع تريبو ويست وبيحط بيمينه حلوة قوي قوي في الزاوية اليمين لبيتر روفاي العاجز تماما عن إيقاف هجمات الدنمارك. أهي الإعادة تاني، أهي تاني من مايكل. أدي الكرة من مايكل لاودروب، أهي من مايكل بيديها القطع له حلوة قوي إيبسان، وبمهارة عالية قوي بيحط في الزاوية اليمين لمرمى بيتر روفاي. 3-0.